في بادرة إيجابية دشنت أمانة العاصمة اليوم مشروع تشجير 25 ألف شتلة زهور متنوعة في مديرية الوحدة. نتابع. الشجرة عنوان للحياة، وفي ظل العدوان السعودي الغاشم يمثل غرس شجرة تفاصيل كاملة للصمود اليمني. ولأنها كذلك أمانة العاصمة وفي مديرية الوحدة، دشنت اليوم غرس 25 ألف فسيلة ما بين ورود وأزهار على الجزر الوسطية. شرفنا اليوم أن نكون في هذا الموقع الحيوي في مديرية الوحدة للمشاركة مع أخواننا في الزراعة وفي المجلس المحلي ومع مدير المديرية والأخوان في زرع شجرة الحياة ونبض الحياة للمجتمع اليمني الصامد يتنفس الهواء من خلال هذه الأشجار الطيبة. وفي هذه الكلمة نرى فرصة طيبة أن أوجه رسالة للأخوة المتحاورين في دولة الكويت الشقيقة أن يوصلوا إلى حل وأن يكون التنازل من جميع الأطراف لبعضهم البعض، وفي الأخير فهم يمنيين ومن أجل مصلحة اليمن. 25 ألف شتلة من الزهور في أحياء مديرية الوحدة، وهذه رسالة للمتحاورين في الكويت بأننا بدأنا البناء، بدأنا التشييد. 25 ألف غرسة في مديرية الوحدة فقط ستحدث أثرا كبيرا على المستوى البيئي والنفسي، وهي اليوم تطلع وآمال لمرحلة جديدة من الوفاق والاتفاق بإذن الله. والله هذه تعتبر تدشين في مديرية الوحدة، وطبعا هناك حملات أخرى في عدد من المديريات، وتمثل بأن الشعب اليمني شعب عامل وصامت وسيعمل إلى أن تقوم الساعة. وقد لاقى غرس هذه الورود ارتياحا كبيرا لدى المواطنين وتفاعلا كبيرا من قبل المعنيين في مكتب الزراعة بأمانة العاصمة، والذين أكدوا أن هذه الخطوة ستشمل كل المديريات. وما كان ملفتا في هذه الحملة هو المكان الذي تم فيه التدشين، حيث تقابل جانبيه ركام المباني التي عمد العدوان على تدميرها، في إشارة مفادها من الدمار إلى الإعمار.